الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى أن نلقاه. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن الإخوة المشاهدين والمشاهدات الصيام والقيام، ونسأل الله تعالى أن يفرج عنا الكرب، إنه على ما يشاء قدير. مسألة الأسرة في خاصة في شهر رمضان المبارك لها مسؤولية كبيرة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم النار. إذن مسؤولية الآب والأم ومسؤولية الوالدين مسؤولية عظيمة. يجب عليهم أن يعرفوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب راع على أولاده ومسؤول عن أولاده وتربيتهم بحسب المسؤوليات المناطة به. كذلك الأم مسؤولة عن تربية أبنائها ومراقبتهم ومراقبة تصرفاتهم بالاستعانة مع الأبي، لأنها مسؤولية عظيمة، وهي راعية وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ومشتركة أيضا، طبعا مسؤولية مشتركة بينهما، يتعاونون فيما بينهما. لذلك أخي الفاضل وأخي المشاهد الكريم، نحن في هذا الشهر المبارك علينا أن نخطو خطوات تربوية لكي ينتفع أولادنا. كما قيل: من استوى يومه فهو مغبون. يعني إذا يوم رمضان كيوم الذي قبله وقبل رمضان ولم تقدم فيه شيئا فأنت مغبون. يعني لم تقدم شيء، لم تجدد حياتك، لم تجدد إيمانك، فأنت على ليست على خير. لذلك لابد أن تجدد إيمانك بتربية جديدة، بمسؤولية أخرى. فأنت أمام مسؤولية. من المسؤوليات التي عليك في بيتك، أولا بادر في هذا الشهر المبارك وأغلق القنوات الفضائية الغير هادفة. يعني مثلا إحنا عندنا ومع الأسف مئات القنوات التي ليس فيها نفع وضياع للوقت وإهدار لقيمة الإنسان وإهدار لكرامة الإنسان ووقته. فحافظ على فقط القنوات التي فيها نفع. قنوات الشرعية، قنوات إخبارية، قنوات هادفة، قنوات فيها نفع للمسلم، واحذف البقية أقلها في شهر رمضان حتى تكون قد قدمت شيئا في هذا الشهر المبارك. كذلك اجعل لأهلك ساعة من هذا الشهر المبارك، حتى لو كل يومين ساعة، حتى لو كل أسبوع ساعة، تدرسهم السيرة النبوية. تجلس مع أولادك، تجلس حوله، يجلسون حولك أيها الأب أو الأم إذا كانت عندها ثقافة إسلامية، تأخذ الكتاب وتجعل صفحات تدرسهم في آخر الليل، هذا الليل السحر المبارك، أسحار رمضان المباركة أو أي وقت يختاره مناسب له، ويعلمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي العظيم كيف كان يعيش، كيف كان يعيش مع زوجته، كيف كان يعيش مع أمته، كيف كان يعيش لنفسه، كيف يقسم أوقاته، كيف يقسم حياته. والله يا أخي تجد في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لذة ما بعدها لذة. إذن أنت مسؤول عن هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يوصي أحد الصحابة يقول: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ما معنى هذا؟ يعني يا أيها الرجل المسلم الذي أنت تحرص على دينك، أولا أمسك عليك لسانك، لا تطلق الكلام كيفما اتفق،
من خيره وشره، ويقتصر على الكلام الذي فيه خير. أما هذه الغيبة والسباب والشتم والتقليد وانتهاك الحرمات ولا تنابزوا بالألقاب، هذا يتهم ذاك وهذا يقلد على هذا، والأولاد بينهم مشاحنات، والأولاد بينهم خلافات، والأب ليس له دور والأم ليس لها دور. هذا حقيقة انتكاسة في الأسرة المسلمة. إذن أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، بمعنى أنه لا تقضي جميع أوقاتك خارج البيت، إما مشغول بعمل أو مسامرات مع أصدقاء أو كله كلام غير نافع مع الناس. هذا لا ينفعك في دينك ولا في دنياك. اجعل وقتا لأهلك، اجلس ومسألة معهم، الاحترام أيضا. تحدث معهم، أوصهم، استمع منهم مشاكلهم، انصت إلى ما يريدون، عالج المشكلات التي تحدث معهم. هذا واجب حقيقة. أكثر شيء هو يقع الواجب على الوالد، لأن الوالد هو له القوامة في هذا الموضوع، وله السطوة وله السيطرة على في هذا، وتشاركه أيضا الزوجة. إذن المسلم حريص، يجب أن يكون حريصا على إيصال الخير إلى أهله وإلى أسرته. بناء الأسرة بناء المجتمع اليوم أيضا. نعم أخي، بناء الأسرة هو أصعب من بناء المجتمع، لأن البناء المجتمع يبدأ بيش؟ ببناء الأسرة. يعني ابدأ بمن تعول. فبناء الأسرة يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى يعني تخصيص وقت كبير من حياتك لأهلك ولزوجتك ولأولادك. هذا يحتاج من عندنا عمل كثير. إذن نحن أمام مسألة كبيرة، وهي أنه الوالدان يجب عليهم أن يراقبوا الله سبحانه وتعالى في أهلهم. الأمر الآخر على الوالدين أن يحثوا أبناءهم على حسن الجوار، يعني المراقبة مع الجار، وأن يتصاد أن يصير صدقة بينهما وتهادي فيما بينهم، يعني خاصة في هذا الشهر المبارك. يعني ما يعني جميلة جدا أن تأخذ الزوجة وترسل في يد أبنائها شيئا من الطعام في هذا الشهر المبارك لجاره. هذا تودد، هذا فيه خير، فيه تواصل، فيه مرحمة. ثانيا على الوالدين أن يربوا أولادهم على ذكر الله، على قراءة القرآن، على صلة الأرحام، على الكلام الطيب، على الكلام النافع. هذه مسؤولية حقيقة كبيرة. وأيضا ربما تدخل في مسألة تربية الأبناء على الطاعة، تربية الأبناء أيضا على الحب الآخر، غرس فيهم روح المحبة والاحترام والأدب وأيضا حتى الثقافة تدخل في هذا الجانب كذلك، سواء كانت في رمضان أو في غير رمضان. وهذا يدخل أيضا في مسألة التدريب والتدريس أيضا اليوم. إذن فعلا مثل ما تفضلت أخي الكريم، إذن لما يجلس الوالد مع أولاده، خاصة إذا كان له الوالد له معرفة في بعض الأمور الأخلاقيات والاجتماعيات ومجالسة الأخيار، لما يجلس بينهم الابن يتعلم من أبيه، حتى الحركات والسكنات يأخذها من أبيه، حتى النظرات يتعلمها من الأب، حتى طريقة الكلام وحركات، طريقة التعامل، طريقة الرحمة، طريقة الأنس الود يأخذها الابن من أبيه. كذلك الأم، لما يحس الابن الأم تمتلك من العاطفة ومن الحنان ومن الود ومن المراقبة لأبنائهم، يعني المراقبة الأم أو الأب لأبنائهم لمصلحتهم وليس ليدون بهم. ماذا سيجني الوالد من ولده؟ هل يجني منه مال أو يرجو منه ذلك؟ الوالد حينما يقسو على ولده في التربية، يقسو عليه في المراقبة، يقسو عليه
في تحري الحركات، حركات الابن وسكناته، ويراقبه في حله وترحاله ومع أصدقائه ومع كذا، هذا للابن. حقيقة نحن حقيقة تربينا على هذه المعاني، تربينا على أن الأب لا يطلق العنان لولده لمصلحته، لأن هذا الابن سيكون أبا يوما ما، سيكون أبا يوما ما، هذا الابن سيعاني مستقبلا ما عاناه الأب منه، هذا دين تدين وتدان. فلذلك إذا لم يراقب الابن الله سبحانه وتعالى في جميع حركاته، ويعلم أن الأب هذا العمل كله لمصلحته، هذا الحقيقة لا ينفعه. نعم سمحت الشيخ، عندي اتصال ربما من وياي الأخ فلاح من سامراء. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام أخ فلاح، حياك الله، تفضل يا أخي، رمضان مبارك عليك. حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله أخي، حياكم الله، تفضل. مرحبا، شنو سؤالك يا أخ فلاح؟ تفضل. أحب أسأل الشيخ عن صلاة التراويح، وال من حق أبو السكر يفطر لو لا إذا كان سكر عالي؟ طيب التراويح والسكر. طيب شكرا لك يا أخ فلاح. عندك سؤال آخر؟ السكر ما يقدر مثلا يوصلها. ها طيب. تقصد عنده سكر ما يقدر قرار الرجلية ووجع وألم شديد كلش، يعني عنده سكر ما يقدر يصلي تراويح. هي سكر عالي وحتى رجلية عبر فسامير داد بيها ونار بيها. ماشي ان شاء الله. طيب. الله يعافيك. طيب من وياي عندي، شكرا لك يا اخ فلاح. اخ عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله، رمضان كريم مبارك عليك دكتور شيخ، حياكم الله، حياكم الله اخي، تفضل. سؤالي يا حضره الشيخ. نعم اسمع. الامراه ساقطه الاهليه اذا مرت امام المصلي هل تنقذ الصلاه ام لا؟ كيف كان؟ هل تبطل الصلاه اذا مرت؟ طيب طيب عندك سؤال اخر اخي؟ طيب شكرا جزيلا. نعم شكرا لك، ما اعرف كان عنده سؤال يمكن الاخ عبد الله. طيب سمحت الشيخ، يعني في مساله التربيه المنزليه ايضا اليوم هناك ربما يعني الام تكون هي المراقبه لابنائها، كثير من يسال هل يحق للام ان تفصح عن كل ما يتصرف الابناء للاب ام تسكت عن بعضها كي تكون هناك نوعا من الثقه، كي تكون هناك هذا حقيقة تعتمد على حكمة المرأة وحكمة الزوجة. يجب أن هناك أشياء يجب التصريح بها للأب، وغالبا يجب على المرأة لا تخفي شيئا عن الزوج في كثير من الأمور، إلا هنالك أمور حساسة جدا تخص خاصة البنت أو تخص، فممكن أن توصل المسألة للزوج إذا لم تستطع الزوجة أن تعالج الموضوع لضعفها في بعض المواطن، ممكن بحكمتها توصل المسألة للزوج بطريقة ما بحيث الزوج يستقبل الموضوع برحابة صدر ويستقبل الموضوع بتصرف حسن. طيب وإذا وجدت أن الزوج غير قادر على هذا الموضوع ممكن تستعين بعام بخال بغير ذلك. نعم سمعت الشيخ، معي اتصال آخر لنبدأ بالاتصالات. الأخ أحمد من صلاح الدين، الأخ أحمد موجود؟ يمكن انقطع الاتصال طيب. الأخ فلاح من سامراء يسأل عن صلاة التراويح والمريض هو حقيقة في رمضان يجب على المسلم أن يحرص على السنن والنوافل في هذا الشهر. نعم. وخاصة صلاة التراويح لأنها هي في العمر مرة شهر واحد، فليحافظ ويحرص المسلم على هذه السنة التي سنها الخلفاء الراشدون رضوان الله تعالى عليهم، وهي صلاة التراويح وقيام الليل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل. المسلم يجب أن يكون حريصا لأنه قد لا تعود. اليوم أنت موجود في هذا الشهر، يجوز سنة اللوخ، يجيك رمضان، أنت مو موجود في هذا العالم، في عالم ثاني، ولكن حسب قادر قابلية الإنسان. إذا كان لا يستطيع، مريض، يصلي جالس، المهم خلي يحضر صلاة التراويح جماعة في المسجد، يذهب في السيارة حتى لو يقعد على الكرسي ويصلي
فشهود صلاة التراويح في المسجد هي فيها بركة وهي تطبيق لسنة سنها الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. طيب جزاكم الله خير يا شيخ. ويانا اتصال مصطفى من صلاح الدين. السلام عليكم يا مصطفى. طيب أبو عكاشة من سليمانية. السلام عليكم يا أبو عكاشة. شيخ عندي سؤال لبس الزحمة. السلام عليكم يا أبو عكاشة. بالنسبة عن صلاة التراويح هل لها ارتباط يعني بقيام الليل وهل يعتبر التراويح قيام الليل مثلا؟ طيب شكرا شكرا جزيلا لك. عندي سؤال ثاني لبس الزحمة. نعم تفضل. بالنسبة يعني أفضل وقت في إخراج صدقة الفطر يعني هسه أو بعد 10 أيام أو آخر أيام رمضان؟ مفهوم. طيب شكرا لك. شكرا جزيلا. طيب سمحت الشيخ الأخ عبد الله يقول إذا مرت المرأة أمام من يصلي هل تبطل صلاته؟ أي حقيقة هذه المسألة بها كلام عند العلماء. جمهور الفقهاء إذا مرت المرأة من أمام المصلي وهو ليست عنده سترة لا تبطل الصلاة. كذلك الكلب تكرم جنبنا الله وإياكم والحمار. هذه الأشياء ورد هو فيها حديث إذا مرت هذه الأشياء تبطل الصلاة ورد فيها حديث. لكن هذا الحديث حقيقة به كلام عند العلماء لأنه ورد أن امرأة مرت من جنب النبي صلى الله عليه وسلم واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لم تقطع صلاته. هو الأولى بالصلاة إذا كان الرجل منفردا أن يجعل سترة أو في جماعة أيضا يجعل سترة هذا المندوب. وبعض العلماء قالوا من الوجوب أن يجعل سترة فيها كلام عند الفقهاء. السترة يجعلها بقدر مؤخرة الرحل يقولون يعني تقريبا بعد سجودة مباشرة المكان الذي يسجد بعد سجودة مباشرة يضع سترة. السترة ما هي؟ حتى لو يحط عصا أو كرسي أو مخدة ولا في أو مخدة أو أي شيء أو حجارة أو غير ذلك هذه هي السترة. فإذا أراد أن يمر إنسان فليمر بعد السترة حتى فإذا مر بين السترة هذا على المصلي أن ينهاه وخرة لا يخلي يدعه. فإذا مر من حيث لا يشعر أو مر إن شاء الله لا تقطع الصلاة كما قلنا فيها مسألة كلام لكن جمهور الفقهاء يقول لا تقطع الصلاة لا المرأة ولا غير المرأة إن شاء الله. طيب أبو عكاشة يسأل عن صلاة التراويح هل هي قيام الليل أم أنها سنة بمفردها؟ قيام الليل؟ قيام الليل وصلاة التراويح. أي هو قيام الليل شيء وصلاة التراويح. صلاة التراويح المندوب والتي فعلها الصحابة بعد صلاة العشاء جمع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة في على أبي بن كعب كان إماما وصوته حسن فكان يصلي بهم 20 ركعة. هذه صلاة التراويح. وإذا أحب الإنسان أن يصلي قيام ليل بعد التراويح فهذا حسن. وإذا فاتته صلاة التراويح فليصلي قيام الليل. وقيام الليل الأفضل هو في الثلث الأخير من الليل يقسم الليل فيطلع الثلث يعني من الوحدة تقريبا إلى أذان الفجر هذا من 12 بعد 12 هذا هو وقت قيام الليل. هذا أفضل الوقت لأنه في الثلث الأخير ينزل الله سبحانه وتعالى يعني تنزل رحمته بركته فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من سائل فأعطيه في هذا الوقت المبارك من السنة أن يصلي الإنسان قيام الليل. طيب مع اتصال هاتفي محمد من صلاح الدين. السلام عليكم يا أخي محمد. السلام ورحمة الله. حياكم الله مساك الله بالخير ورمضان مبارك عليك تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تفضل حضرة الشيخ. بس من جينا احنا نازحين من أحداث الأبن صلانا قصر جماعة صلاة وناس حللتها وناس سلام الكود ما يزنا شيء يعني انتو نازحين الى يثرب لا نازحين من يثرب ماشي. اخ محمد يعني سؤالك بالطريق نازحين من يثرب نعم. طيب ماشي ان شاء الله.
طيب شكرا شكرا لك شكرا. نعم عندي اتصال اخر. طيب سماحة الشيخ ابو عكاشة ايضا لديه سؤال اخر يقول عن وقت صدقة الفطر. وقت صدقة الفطر. نعم. جيد هذا سؤال مهم جدا حقيقة. صدقة الفطر يجوز اخراجها طبعا صدقة الفطر عندنا والفدية. نعم صدقة الفطر يجوز اخراجها في بداية رمضان في نهاية رمضان، المهم يجب اخراجها قبل صلاة العيد وفي رمضان. نعم فله الحق من الآن يخرج صدقة الفطر عنه وعن عياله وعن من يعول ويعطيها للفقراء. هذا بالنسبة لصدقة الفطر. بالنسبة للفدية مسألة تختلف. نعم الفدية التي تجب على العاجز عن الصوم ها لكبر سن لشيخوخة أو المريض المرض مزمن لا يستطيع أن يقضي. نعم. فهذا يجب عليه الفدية. الفدية تجب حينما ينتهي من يومه الذي صامه فله أن يعطي فدية كل يوم طعام مسكين وراء ما من وراء ما يفطرون الناس بعد صلاة المغرب يودي ثاني يوم أو بالليل يودي إطعام مسكين. نعم. أو يفطر 10 أيام ويعطي مال 10 أيام أو يفطر 20 يوم ويعطي مال 20 يوم كاملة أو يفطر شهر كامل مثلا ويعطيها ما يستطيع ويجمع حين مال 30 يوم ويطعم 30 شخصا أو ما قيمته 30 مسكين. نعم. وهي إطعام وجبة كاملة. هذا رأي الجمهور الفقهاء. نعم. طيب شكرا لسماحتكم. سماحة الشيخ الأخ محمد يسأل أيضا كنازح وقصر وجمع في الصلاة. أخي الفاضل أي إنسان ينزح من بلده نسأل الله تعالى أن يفرج إن شاء الله عن المسلمين وعن النازحين وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين وأن يقضي الله على الظالمين. أقول هذا النازح لما خرج من بيته نعم خرج وجزء حتى لا ملا لا أغراض معه ولا وعياله معه وأهله فلا بد أن يستقر في مكان. فعلى سبيل المثال خرج واستقر على سبيل المثال في كردستان. فلما يستقر حتى لو كان استقراره ليس كما كان في بيته بيت وغرف حتى لو استقر في راحلة في خيمة في بيت هيكل أو في بيت واستقر به وعنده طعامه وشرابه وأهله وزوجته وملبسه ومأكله معه هذا بعد ما ليس له الحق في أن يقصر الصلاة ولا أن يجمع. عليه أن يصلي الصلاة بأوقاتها فأصبح حكمه حكم المقيم ونسأل الله الفرج. نعم شكرا لسماحتكم. سماحة الشيخ في موضوعنا أيضا هناك من يسأل هل يحق للزوجة أن تأخذ من مال زوجها لإطعام عيالها لترميم البيت مثلا لأشياء حاجاتها في المنزل من دون علمه مسبقا يعني. هنالك عندنا حاجات ضرورية وحاجات تحسينية وغير ضرورية. نعم الحاجات التحسينية للبيت والغير ضرورية هذه لا يحق للزوجة أن تأخذ من مال زوجها إلا بعلمه. لا ليس لها الحق. نعم يبقى مسألة الأشياء الضرورية الطعام على سبيل المثال إذا كان الزوج مهيئ لزوجته وأولاده الطعام والشراب فليس لها الحق أن تأخذ من ماله بغير علمه لتزيد في الطعام طعاما. نعم طيب. هذا ليس لها الحق. طيب سمحت الشيخ اسمح لي أن أخذ اتصال من الأخ عامر ونكمل هذا الموضوع. الأخ عامر من عربة السلام عليكم يا أخ عامر رمضان مبارك عليك يا أخي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام حياكم الله يا أخي تفضل. تفضل يا عامر. طبعا انا عامل المخيم عربة عندي 9 أطفال واحنا ما عندي حالتي ضعيفة على المخيم واسوال الاشياء هل يعني انا صايمين احنا بس هل يجوز يعني علي فطر يعني انا ما عندي يعني فطرة. مفهوم الفطرة طيب مفهوم. طيب شكرا لك شكرا يا اخ عامر. نعم سمحت الشيخ نكمل موضوعنا. موضوعنا اذا اما اذا كان الزوج مقصر على زوجته بالطعام والملبس الضروري
وتجد حرجا وتجد جوعا وعنده القابلية ولكنه شحيح يعني بخيل بخيل وشالع قلبها وقلب اللي وياها وما ينفق عليها أجاز الفقهاء أن تأخذ منه بالقدر الذي يسد حاجتها ولا تزيد على ذلك يعني بما تستطيع أن تأكل وأن تشرب لأنه زوجة أبو سفيان جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن زوجي شحيح إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني أفأخذ منه قال خذي منه بالمعروف ما يكفيك بالمعروف يعني لا تقوم تبذر وكذا نعم شكرا لسماحتكم أبو وسام من الضلوعية السلام عليكم يا أبو وسام حياك الله رمضان مبارك السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي السلام عليكم شيخنا السلام ورحمة الله حياكم الله تقبل الله منا ومنكم عشان صوت بالهمزة بالعلاج بالبدع رمضان نعم شنو سؤالك يا أبو وسام فطار رمضان ثاني يوم عندهم يعني حسب حياتنا ما عندنا سنين والله بس احكي براحة أنا فهم السؤال أبو وسام فقط اسمعني من التليفون أكون أنا مطالب أصوم ذلك اليوم يعني ما فهمت سؤاله بالضبط تصوم ها من ثاني يوم بديت صيام رمضان تقصد أنا كنت في الهند أول ما بدا رمضان نعم 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 هو واحد من رمضان ثاني يوم يعني من ثاني يوم حتى التأثير كان فرق بالوقت مفهوم هل أنا مطالب أصوم ذلك اليوم أحسنت ماشي ماشي طيب شكرا لك شكرا أبو هارون السلام عليكم يا أبو هارون من سامراء السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ومرحبا أهلا وسهلا الله يكرمك حضرتك رجعنا سؤال لفضيلة الشيخ قبل يومين يعني أذن الإمساك يعني مو أذن قصدي قال وقت الإمساك المؤذن الإمساك بعد دقيقتين ورأس قال أذن يعني الأذان وأنا هاي اللحظة أدري يعني بعد الإمساك ممكن واحد دقيقة زي كثير إنه فيها مجال فهو أذن وأنا بعد يعني قاعد أشرب الماء فهو يعني هو توهم بالوقت ما أعرف أو هو صحيح الوقت فحكم هذا يعني يعتبر مغفراني أم مكمل بالصيام بارك الله فيك شكرا جزيلا يا أبو هارون شكرا لك طيب سمعت الشيخ كما ذكرنا يعني أخ محمد كان يتحدث عن النازحين و يعني في مسألة القصر والجمع تكلمنا عنها لكن أخ عامر أيضا من عربد يقول لديه 9 أطفال وهل يحق له أن يخرج الفطر أخواني صدقة الفطر هي واجبة كما قلنا على الصغير والكبير الذكر والأنثى إلى آخره كما فصلنا وعلى من يملك قوت يومه وليله على رأي الجماهير الفقهاء خلافا للحنفية الذي ملك النصاب الزكاة لكن أقول مثل هذه الحالة نحن نعرف حالة النازحين حقيقة لا. يعني حالة أعانهم الله سبحانه وتعالى لا. أغلبهم ليست عندهم لا أموال ولا رواتب هذا مثل هيك إنسان يعني هو يعيش على ما ينفقه أهل اليسار والأخيار عليهم إذا مثل هذه الحالة لا تجب عليه لا. صدقة الفطر أما إذا لا كان عنده راتب والراتب يعني مكفي وعنده فائض بالطعام والشراب فهذا الأفضل أن يعطي زكاة إن شاء الله تعالى شكرا لكم نعم. سمعت الشيخ أبو وسام من الضلوعية يسأل يعني في مسألة كيف للعبد أن يصوم في بلد غير بلده يعني خلاف الأيام أي أحسن هذا السؤال هو ورد حتى في السنة كنا نتحدث به حديث كريم كريم رضي الله تعالى عنه لما سافر إلى الشام وجد الناس يصومون يوم السبت وهو لما رجع إلى المدينة رآهم صايمين الجمعة أو الجمعة والخميس أو خلاف الأيام هذه المسألة تكلم فيها الفقهاء في زمن معاوية حدثت رضي الله تعالى عنه هذه المسألة حصل بها كلام يعني إنسان هسه يقول أنا كنت في الهند الهند إحنا صمنا يا يوم صمنا الاثنين يمكن صمنا الاثنين
الهند صاموا مثلا الثلاثاء، هو صام معهم يوم الثلاثاء، من إجا هنا شاف الناس صايمين يوم الاثنين، هنا ينتظر إذا بقي في بلده هنا، إذا صام الناس هنا 29 هو جد صايم 28 عليه قضاء يوم لأن رمضان 29 فإن زاد فمن الله، وإذا صام صمنا هنا 30 يوم وهو صام إيش صام 29 هنا بها كلا عند الفقهاء نعم له الحق أن يصوم 29 ويفطر في البلد الذي أفطر به معهم ويكون إن شاء الله له ذلك صيام كامل وهذا هو الذي يفتى به إن شاء الله. شكرا لسماحتكم. الأخ عباس من كركوك، السلام عليكم يا أخ عباس، رمضان مبارك عليك أخي عباس. موجود؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يحفظك. عندي سؤال. نعم تفضل يا أخي تفضل. بالنسبة لقناة شامرة. نعم. تقول يعني وقت المغرب حال الآن أذان المغرب في المحافظة الفلانية وفي المحافظة الفلانية. وتقول حال الآن في محافظة كركوك أذان المغرب. وهي من الأربع أربع وإحنا الأذان عندنا يكون بالسبعة واثنين وعشرين دقيقة أو 24 دقيقة، يعني الناس أكو ماكو مؤذن يمهم فيفطرون على يعني ما يشوفوه في ساعة مرة، فهل يعني من سيادتكم طيب وصلت الفكرة يا أخي عباس، شكرا للملاحظة، شكرا جزيلا على برقبتكم. احنا ما علينا بهالشيء لا، خاصة التوقيت لأنه يعتمدون على إمساكية لكل محافظة فتبث على أساس أنه الإمساكيات المتوفرة وأوقات الصلاة في المحافظة، يعني يعني من القناة أن تتحرى أكثر لأنه حقيقة حتى في سامراء قالوا حصلت كم مرة يأذن في قناة سامراء وبسامراء ورا دقيقتين يلا يأذن، فبلغتهم جزاهم الله خير يتأكدوا من هذه المسألة وبارك الله بهم. نعم جزاكم الله خير. سمعت الشيخ أبو هارون يقول يعني مسألة الإمساك بأنه سمع الوقت الإمساك دخل ويشرب الماء وأذن أذان الفجر، بهذه الحالة هل عليه حرج يعني إفطار؟ نعم إحنا عندنا الأذان وعندنا الإمساك. نعم الإمساك هو على المسلم أن يتحرى ترك الطعام والشراب في وقت الإمساك. إذا كان الفترة بين الإمساك والأذان كثيرة ربع ساعة بعضهم سوى 10 دقائق هذا له الحق أن يبوق شوية من الإمساك يوصل إلى قبل 5 دقائق أو 4 دقائق، يعني يجب أن يكون الفاصل بين الأذان وبين آخر شيء يكون الإنسان ما لا يقل عن 4 دقائق حتى لا يدخل إيش في المحذور هذا. فإذا هو فإذا أذن مثلا على سبيل المثال أذن المؤذن ويجعل إمساكية والإمساكية معتمدة وموثقة فوجد أكو فارق بين الأذان الذي أذنه المؤذن في منطقته وبين ما هو منصوص عليه بالإمساكية يعتمد الإمساكية لا بأس. ليش؟ لأن المؤذن غالب ربما ساعته متقدمة متأخرة أو قد يقع في السهو أو يقع في السهو، ولكن الإمساكية هذه تحروا عنها الفضلاء وتيقنوا من وقتها والإمساك، فإذا يقدم ما موجود في الإمساكية على ما يحصل. وعلى فكرة سمعت الشيخ يعني حتى لاحظتها هنا بعض الإمساكيات في اختلاف في الوقت لأنه يؤخذ من الإنترنت، يعني شركات تعمل إمساكية وتطبعها وتوزعها لم تكن خارجة من المساجد وكذا، هذا الأمر أيضا يعني نوه عنه يعني هذه المسألة. أنا الأفضل حقيقة أن يعتمد على إمساكية منطقته عن طريق الوقف مثلا أو عن طريق المجمع الفقهي أيضا أي إمساكية من الإمساكيات، يعني عن من طريق الجهات المعروفة الموثقة وعن طريق لجان، فيجب على الصائم أن يتحرى هذه الإمساكية وأن يعتمدها هي شكرا لسماحتكم. الأخت أبرار من ديالة، السلام عليكم يا أبرار، رمضان مبارك عليك شكري. حياك الله أختي، أهلا وسهلا بيك، تفضلي. بس السؤال بس الشيخ نسون
السؤال. نعم نعم سماحتي اسمعك الان تفضلي. امي تعبانه وعندها سكر وخفقان بالقلب وشقيقه، يعني يصير يعني تعبانه فلنا بصير بخمس دولار. طيب يصير تفطر؟ لا صير يعني خلف. ها يعني يصير انه يصير عندها حمل تقصدين؟ اي اي ماشي ماشي. طيب شكرا لك يا اخت ابرار، شكرا جزيلا. عندي اتصال اخر شباب ولا ماكو؟ طيب ما اعرف يعني بالنسبه لسؤال الاخت ابرار سمعت الشيخ هذا حقيقه تعتمد اكثر شيء على تقرير الاطباء. نعم طبيبه يعني اذا قالت الطبيبه المسلمه فاهمه انها قالت لها انت بي سكر والحمل يضعفك او يضعف الجنين او يشوه الجنين او يسبب لك مشاكل اسريه اجتماعيه صحيه كذا، بهالحالة ليس لها الحق لأنها ستضر بنفسها. نعم. ليس لها الحق أن أما إذا المسألة مشكوك فيها قالت الطبيبة قالت لها والله احتمال هذا يسبب لك مشاكل، لا الاحتمال لا يبنى عليه، فلها الحق أن أن تحمل وأن تنجب ونسأل تعالى. سمعت الشيخ يعني في هذه المسألة تحديدا هل يحق للزوجين مثلا أن ينزلا جنينهما يعني لأن هذه مسألة خلافية ربما بين الأسر، يعني من يقول حرام من يقول حلال، قد تدخل بها الحياة مثلا مصاعب الحياة وقد تدخل بها مثلا إذا كان مشوه وغير مشوه. والآية قالت لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، الإثم كبير في هذا. هو هاي به تفصيل عند الفقهاء يعني يجوز شوية يدلها وقت. يعني مسألة الجنين إذا كان لأجل الفقر هذا لا يجوز إسقاط الجنين بحال من الأحوال، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقد يكون هذا الولد الذي جاء هو سببا في فتح الله تعالى لك بالأرزاق، هذا مجرب حقيقة. أما إذا كان لسبب آخر لمرضين لمرض في المرأة في نفسها أو لترتيب عندنا منع وعندنا إسقاط، هل لها حق أن تمنع الحمل؟ هذا جمهور الفقهاء يقول يجوز للمرأة أن تمنع الحمل حتى ترتب، يعني مو سنة ورا سنة يجي أطفال ما تلحق تربيتهم ولا تلحق على معونتهم ما تقدر، فبهذا الحالة ممكن أن تؤخر الحمل سنتين ثلاثة على أن لا يطول، هذا تأخره. أما هب أنه صار عندها حمل وهذا الحمل قالها الطبيب راح الطبيبة قالت لها راح يسبب لك مشاكل، هل يجوز إسقاطه؟ عند الفقهاء بخلاف 40 يوم أم 4 أشهر، رأي الذي نميل إليه إذا قبل الأربعة أشهر يعني قبل أن ينفخ فيه الروح يحق لها إسقاطه إذا كان الإسقاط لسبب ما من الأسباب اللي ذكرناها. طيب. أما بعد الأشهر لا يجوز بحال الإسقاط حتى لو بسبب. طيب. لازم أن تتحمل. سنأخذ ذلك في حلقة إلا إذا أدى بحياتها. ذاك بحث آخر. نتحدث عن هذا الموضوع خاصة ربما قد يكون في رمضان. شكرا لسماحتكم فضيلة الشيخ الدكتور حسين غازي السمرائي عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي، شكرا جزيلا لك. أيضا الشكر موصول لمتابعتكم مشاهدينا الأكارم، أيضا ننتظركم يوم غد أو انتظرونا يوم غد بإذن الله في نفس الوقت. إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم. شكرا لسماحتكم.